السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين الغزال ديالي؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله يا ربي. كيف ما كتشوفوا اليوم غنشارك معكم واحد الفيديو للمشتريات ديال البيبي على حساب البنات والعيالات اللي مقبلين على الولاده، يعني مشتريات الضروريات اللي خصكم تشريو على حساب وليداتكم ولا هكا. كيف ما كتشوفوا غنشارك معكم انا حتى دي بون، يعني الحوايج اللي رخاص تقدروا تشروهم في واحد لا فارماسي على حساب المشتري ديال البيبي. كيف ما كتشوفوا هنا انا شديت هاد لونسومبل، فيها شامبوان والريحه وكلشي داكشي. هادو شديت جوج واقيله ب 10 اورو ولا 11 اورو تقريبا في واحد لا فارماسي في لا ديفونس في لي يعني لا فارماسي سميتو لا فارماسي ايغوير ا الا ما خفت نكتب. كاين في لا ديفونس، راه غير اللي سولتو على لا فارماسي ديال لي غوير باين في لا ديفونس، يعني كيديروا المواد ديال ولا كامل داكشي ديال التجميل بلي بري زوينين. هنا شديت هذا ديال شونج على حساب لاكوش، يعني ملي كتشونجي فيه واحد الريحه زوينه ديال الزيت الزيتون، زيت البلديه، زيت العود، داكشي علاش ريحتو غزاله خطيره على حساب لي بيبي الصغار، يعني ما تقدروش ديروا لهم لانجيت. وشديت هاد الريحه كيف ما كتشوفوا حتى هي لونسومبل ديالها، شديتها حتى هي لا ما خفت نكذب وقيلا بشي 12 اورو معها واحد النونوس واحد الدودون ديال الدراري الصغار. وشديت عندهم هاد لانجيت اللي راه يعني غاليه في المغازه، وشديتها عندهم 99 سنتيم، عندهم 99 سنتيم زوينه حتى هي ديال بومبيرس. انا ما كنستعملهاش، غير شديتها هكا الا خرجتي ولا شي حاجه على حساب ولدي ماشي من البنيه راه مازال صغيره. كيف ما كتشوفوا هنا هادو شديتهم غير على حساب الدوش هكا الا بغات تدوش ولا الا بوبو بهم في الماء هي وخوها. وهادو على حساب بلاصة لي زانجيت، هادو يعني كديرهم مع الماء ولا مع داك البرودوي اللي وريت لكم ديجا اللي كتشونجيو ليهم. داكشي علاش هادو زوينين، وهاد الماركه حتى هي زوينه ديال مودون فوان، كنستعمل فيها كنت الكوش ديال ولدي. وهنا البيبرون من زيرو، هادو بحال بحال نقص من شي جي هادو بحال بحال. وهذه الرضعة شديتها انا يعني من صفر حتى لسيمو وقيل ولا تخوا موي، مهم هي ولا تيتينات ديالها السكاتات ديالهم شديتها. انا صراحة ما كنستعملش السكاتة، ما كيشدوهاش كاع ولادي، من ولدي ما شدهاش ليا والبنية حتى هي ما شدتهاش، يعني جوسي غير كنشريهم وصافي. كيف ما كتشوفوا هذه زوينة هاد الرضاعة، او هادو هما لي تيتين حتى هما شديتهم من الصفر حتى لسيمو، ولكن جربتها لها وهذا يعني ما كتبغيش تشدها. هاد الفيديو راني درت ليا انا قبل سبحان الله، ويلا درت له المونتاج. هذا مكان، وهادو ديال الحليب زعما باش ديري بهم الحليب ملي تكبر البنيه شويه ان شاء الله. ولا بغيتو نشارك معكم يعني الحليب، ولكن انا ما استعملتش صراحه، ما كنستعملش ليهم الحليب ديال هذا، يعني كان رضع طبيعيه الحمد لله. وهذه الرضعه الثانيه ديال هذه الشركه، حتى هي الرضعه ديال بحال بحال، غير الشركه كتختلف والراس ديال الرضعه هو اللي كيختلف حتى هو. كما كتشوفوا كاينين غير الصغار، وهذه حتى هي ديال الحليب بحال بحال. غتبان لكم السلعه كاينه اللي مضوبله، حيت بعض المرات انا كنجيب كنشري شي حاجه برا برا كيجيب باباها حتى هي، يعني كيجي شي حاجه. وهذه الشتا ديال الرضاعات كيف ما كتشوفوا، كاينه الصغيره وكاينه الكبيره ديالها. مزال خاصني انا نشري، يعني مزال خاصني نشري شي حوايج مزال على حساب بحال الشامبوان ديال اللباس مزال ما شريتوش، يعني ضروري ديال الدراري الصغار وديال الرضاضيع باش تغسلوا الرضاضيع مزال ما شديتوش. ان شاء الله الا بغيت نشارك معكم يعني كلشي قولوها لي، نعس وهذه شديتها في اكسيون البنات زوينه على حساب كتغطي بها البيبي، مانطا صغيره ديال البيبي وصافي.
ولا كتغطيو بها لابوزيت. انا لابوزيت صراحه ما شريتهاش، جابتها لي خط راجلي كنشكرها، هي اللي جابتها لي مسكينه، شدتها ليا، شدت لي لابوزيت زوينه يعني ديالي بيبي. وهادو السنيدلات حتى هما كيف ما كتشوفوهم، وهادو حتى هما سنيدلات صغار، هادو جابتهم لي خطرات لي حتى هي. الله يخليها لي يا ربي، الله يخلي لكم عائلتكم وحبابكم يا ربي. هي اللي جابت لي هادو ملي تزدت عاوتاني البنيه عندي، بنت اختي، بنت خت راجلي حتى هي، بنت خت راجلي هي جابت حتى هما لي غوب، جابت بزاف ديال الحوايج حتى هما زوينين، من غير لي كادو تاني اللي كيجوك حبابك وصحابك. الحمد لله هذا بومبيرس، الكوج ديال بومبيرس هو اللي استعملت ليها في الاول، وفي الاخر ملي كنت في لوبيتال عطوني واحد لاكوش زوين بحال بومبيرس، نفس لا كاليتي ديال بومبيرس. انا جاني حسن كاع من بومبيرس وعندو نفس الاثمنه، يا سلام زوين. غادي نخلي لكم هذا، يعني كيتباع في سو انترنيت ولا في انتير مارشي، نخلي لكم زوين. وهادو الصندلات شديتهم عاوتاني في كارفور زوي كروب 10 أورو، وردوهم واخيرا بشي 4 أورو ولا 5 أورو الا ما خفت نقلب، يعني دارو فيهم دي بروموسيون. وهذا اللباس اللي شديت ليها كيف ما كتشوفوا، نوري لكم بحال هكا، شديت ليها هادو ليكيات ليكيات صغار على حسب ايديها باش ما يخلعوهاش ديال الزياده ولا تقمش ايديها بضفارها ولا شيء. وهاد الدودون ديال ولدي ضروري، حيت كتعرفوا الدراري الصغار يعني ملي غيشوف اختو عندها الدودون ديالها حتى هو خصو دودون. وهادو طويقيات حتى هما شديت منهم، مهم شديت الطاقيات يعني ضروريين حتى هما كيطلبوهم لكم في لوبيتال. وهادو البوديات ديال زيرو حتى لواحد الشهر اموا، داكشي اللي شديت. وهادو السريويلات، مهم تو تفصو دابا يعني كيخصوهم غير البيجامات هما، البوديات ومع البيجامات ديالهم. هادي بيجاما 0 3 موا 0 6 موا، داكشي اللي كنشد يعني ما كنشدش الكبار بزاف. هادي حتى هي يعني كتشدوا لولادكم غير بيجامات، دابا ملي كيكونوا صغار كتشدوا لهم غير بيجامات. هاد البيجامه اختارها خوها، عجباتو قال لي ديال الضيف ضاع ولا شنو سميت، ماشي الضيف ضاع، ايه داك اللي كيكون في الماء، الضيف ضاع هو اللي عجباتو وشدها. هادي ديال ديزني ديال ميكي، حتى هادي ديال ميكي. وهادي على حسب ملي تزاد نديرها فيها، وهادي بيجامة حتى هي. انا لبس هذا كامل راغي تصبن ام واحد، هو فيه الطرطقات ديالو مرور وكلشي. هذا السريويل حتى هو مع البودي ديالو. هادي طاقيات بجوج معها البودي ديالها، بيجاما 50% مامون 50% بابا. وهادو كاملين البوديات، كنشوفو
يعني شديت لي البوديات. ها هو الدودون ديالها، وكاين الدودون ديال خوها كيف ما كتشوفوا كيف ما قلت لكم. هذا انا الدودون صراحه ما شريتوش، نعطاتو لي خرج لي مرته، هما اللي جابوه اللي جابتو لي مسكينه. وهذه حتى هي هاد البيجاما، هاد البودي عقلت عليه، عندها السروال ديالها جابتو لي خطر، ماشي خطراج لي مرتو هو اللي جابتهم ليا، عقدت عليهم اللي عرفت انني عندي بنت شدتهم لي. وهذا بيجاما شديت البنات، انا البيجامات ديال سخانه شويه وباردين، يعني شديت لي دو ميكس كيف ما كتشوفوا، ماشي زعما غير سخونه بوحدهم ولا برده بوحدهم. وهذه بيجامة حتى هي، وهذه الفويطة كيف ما كتشوفوا. نتمنى يعجبكم هاد لا فيديو كيف ما كتشوفوه، ولا بغيتو نشارك معكم هذيك يعني لي برودوي اللي كدير لا فارماسي ديال لا ديفونس. شي نهار نمشي نتقضى فيه ندير لكم فيديو، وخلوا لي التعاليق ديالكم. ولا بغيتو نشارك معكم لا فاليز ديال لوبيتال، حتى هي ان شاء الله غنشاركها معكم، ونشارك معكم داكشي اللي غادي تدو اللي غادي تحتاجو. وهذا الشيء اللي كاين دابا. نتمنى يعجبكم لا فيديو، والله كل وحده الله يعطيها ما تمنت في خاطرها ويسهل عليها، والله يرزق لينا الذرية الصالحة يا ربي ويهديهم يا رب. هذا الشيء اللي كاين البنات، نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.